اخواته وحبايب قلبي، صباح الخير. في مثل بيقول لك ابو نهي اقرب من ابو كرداس. انا بقى في ابو نهي هنا جنب كرداس. كرداس هم مملوك الجمل. اخويا عمرو مانو حبيب قلبي عمود من عمدان ابو نهي عليا الطلاق، جاي له النهارده في زياره وقرر ان هو يصحيني بدري عشان يفطرني كبده جمل، وانا بصراحه اول مره اكل الكبده الجمل، فعايز اخدكم معايا اليوم ده عشان يبقى يوم جام. يلا بينا. وكده يا اخوات احنا وصلنا، هندخل بقى نشوف الكبده الجملي وبتتعمل ازاي وبتتاكل ازاي. يلا بينا. تعال 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 لي هنا، وهنا الكبده الجملي هتستوي، انا اول مره اجربها، وريهم بس الحاجه قبل ما تستوي كده. تعال ارجع لي هنا تاني، خليكم معايا نوريكم التفاصيل اول باول. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا رب يا ساتر. خليك معاه بقى واحده واحده. احلى حاجه الحاجه لما تستوي قدامك كده، حاجه في الرق بجد، مصداقيه بقى وثقه والدنيا رواني. والله انا اول مره اجربها بجد، يعني انا اول مره اجربها بصراحه. هنشوف الدنيا. تعال خليكم بقى معانا لحظه لحد ما تستوى، 10 دقايق بس. واو جمدان يا رب. اخوات انا طبعا بعد ما اكلت الكبده الجملي مش عارف، حاسس ان انا بقت فيها صحه تهدك بقى. المهم ما علينا، رحت غيرت هدومي وروقت على حالي وجاي اقابل اخويا زجزاج. عرفت ان هو هنا في اكتوبر، قلت اجيله، مش عارف هو راح فين. الحش كبو اهلا زجزاج، اخبارك ايه؟ اخويا معلم نادي، عامل ايه يا معلم نادر؟ اخبارك يا حبيبي؟ عايز اقضي يوم جامد يا باشا، احلى يوم النهارده نقضيه مع بعض. يلا بينا يلا بينا.